سعر الدولار وصل النهارده 7.85 قرش، شايف الموضوع ده ممكن ياثر على حضرتك ازاي؟ في الظاهر هياثر بالسلب شويه، الاسعار هتزيد، بس في اللونج في الاجل الطويل لا، السوق هيتظبط. دلوقتي اسعار كل حاجه حوالينا، مش الدولار بس، الدولار اسعار كل حاجه حوالينا بتعلى وانت لسه زي ما انت. بس بيأثر عليا كشغل، انا بشتغل بشتري دولار عشان شغلي حتى ما انا اشتري دولار. هو بيأثر على المواطن عادي، ان هو طول ما هو في زياده كل حاجه على النت بتغلى، احنا بنستورد من بره. اكيد في اسعار كتير، في السلع بتغلى، الحاجات اللي احنا بنستوردها فاكيد كلها بتغلى. هيأثر تضخم، هيعمل تضخم، هيرفع اسعار شويه بس بنسب بسيطه يعني. كل حاجه كل حاجه تزيد طبعا، ان يعني الدولار سعره العيالي الذهب بيعلى اعتقد ما هتغلى يعني. مش هيأثر برضه في اي حاجه. مش فارق معاك خالص.